حكم ترك الشارب قص اللحيه؟ لا يجوز هذا، الواجب اعفاء اللحيه وتركها، والشارب سنه مؤكده ان الانسان يقصه. نعم، ولهذا جاء في حديث من لم ياخذ من شاربه فليس منه، فذهب بعض اهل العلم الى وجوب الاخذ من الشارب، وقال ان ترك الاخذ من الشارب من كبائر الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبرأ منه. وممن صرح بذلك ابن حزم رحمه الله، قال ان اعفاء اللحيه والاخذ من الشارب فرض. نعم.